بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من قناة الغيدق سبورت. اليوم راح نحكي عن المنتخبات اللي تأهلت للتجمع النهائي والتصنيفة والمجموعات، ونحكي شوي عن المنتخبات وحظوظها. المجموعة الأولى كان منتخبنا السوري عم يتصدر المجموعة وعم يتأهل للدور القادم للتجمع النهائي برفقة منتخب الصين. طبعا أنا قلت بفيديو سابق إنه مجموعة منتخبنا يا شباب ضعيفة، ما أنا قوية وما بتضم منتخبات قوية الصراحة. منتخبنا ما كان أداؤه مقنع بصراحة لحد الآن، من بداية البطولة مو من لما استلم نبيل معلول، يعني من لما كان عم يدرب المنتخب الكابتن فجر إبراهيم كان منتخبنا غير مقنع أبدا، وفي كتير نقد وفي كتير أخطاء على الناحية الدفاعية، ولحد الآن هاي المشاكل لسه موجودة. ولو منتخبنا تفوق على منتخب الصين أو فاز عليه بالمباراة الأخيرة كان وقع المنتخب السوري مع المنتخب العراقي بنفس المستوى، وهيك ما راح يتواجهوا بالتجمع النهائي، راح يكون كل منتخب منهم بمجموعة أخرى. المجموعة الثانية عم تضم استراليا عم تتأهل للدور القادم، متوقع جدا انه تكون بالدور القادم بالتجمع النهائي وبآسيا. بفيديو سابق حكيت انا انه اهم شيء مباراة الأردن والكويت انه ما تنتهي بالتعادل ليتأهل منهم المنتخب اللي راح يفوز راح يتأهل كأفضل يعني، لكن للأسف المباراة انتهت بالتعادل السلبي، وهيك استراليا بتتأهل للدور القادم أو للتجمع النهائي لوحدة من هاي المجموعة. المجموعة الثالثة أو المجموعة الحديدية أو مجموعة الموت، أقوى مجموعة موجودة بالتصفيات، عم تضم منتخب العراق الشقيق، منتخب البحرين الشقيق، ومنتخب إيران، يعني ثلاث منتخبات قوية جدا بمجموعة واحدة. المنتخب العراقي عم يتأهل للدور القادم على المنتخب الإيراني اللي هو متصدر للمجموعة. المنتخب العراقي شفناه بالمباراة الأخيرة مع المنتخب الإيراني كان غير مقنع الصراحة، كان قادر يتأهل ويتصدر المجموعة ويغلب المنتخب الإيراني، بس للأسف ما كان أداء مقنع أبدا، وبعدها شفنا إقالة المدرب كاتانيتش. أتمنى القادم أفضل للمنتخب العراقي، وإن شاء الله بيكون متواجد بكأس العالم. المجموعة الرابعة أحلى شيء صار فيها إنه المنتخب السعودي تأهل للدور القادم أو للتجمع النهائي بأداء حلو، دفاع ناري، فريق منظم، فريق يعني ناوي يروح لكأس العالم بصراحة. طبعا هو تواجد بكأس العالم بروسيا، وأحلى شيء صار فيها كمان إنه منتخب أوزبكستان بتأهل للدور القادم. منتخب أوزبكستان يمكن هلا حاليا عم يمر بفترة شوي مو كتير، لكن المنتخب السعودي كان فارض سيطرته على المجموعة وفارض قوته، فاز بالمباراة الأخيرة اللي جمعته مع أوزبكستان، فاز على منتخب اوزبكستان بالمباراة الأخيرة، وهيك المنتخب السعودي بيتأهل لوحده من هاي المجموعة. طبعا المنتخب الأوزبكي منتخب قوي، يمكن هلا حاليا عم يمر من بفترة ضعف، فلو انه تأهل الدور القادم فأكيد هو راح يتلافى هاي المشكلة وراح يكون خصم صعب للمنتخبات العربية. المجموعة الخامسة قطر بصدارة المجموعة، وبالمركز الثاني عمان. طبعا قطر هي صاحبة الأرض والمستضيفة لكأس العالم، فهي إلها مقعد من دون ما تلعب التصفيات كأس العالم أو التصفيات المزدوجة، بس هي عم تلعب من أجل التواجد بآسيا، مو عم تلعب من أجل التواجد بكأس العالم، لهيك راح تتأهل عمان مع قطر اللي هي صاحبة الأرض. طبعا منتخب عمان منتخب قوي، شفته بمباراته مع قطر، يعني منتخب عم يمتلك لاعبين بأعمار صغيرة كلها بالعشرين، 22 23 24، يعني اعمار كلها صغيرة، منتخب شبابي عم يبنوا منتخب حلو وراح يكون له مستقبل كبير، رغم انه بيفقد الخبرة شوي، لكن شفته مع قطر، منتخب قطر فريق مدجج بالنجوم ومتمرس بشكل منيح، بطل اسيا وفريق قوي، ومع هيك قدم منتخب عمان اداء رجولي فعلا. المجموعة السادسة بس شفت اليابان بالمجموعة أعطيها الصدارة، أداء قوي كتير، فريق متناسق، فريق منظم بشكل كبير، أكثر منتخب مسجل أهداف في هاي التصفيات من خلال الأداء اللي عم يقدمه وصدارة المجموعة. بأكد لك إنه منتخب اليابان راح يكون متواجد مو بس بأس، راح يكون متواجد بكأس العالم، وفي مقعد راح يكون للمنتخب الياباني لأنه الأداء اللي عم يقدمه بأكد لك انه هو متواجد بقوة بكأس العالم. المجموعة السابعة عم يتأهل منتخب الإمارات الشقيق مع فيتنام للتجمع النهائي. بصراحة المنتخب الإماراتي بالبداية ما كان وضعه جيد أبدا، ما كان أداؤه مقنع، لكن بالنهاية عرف كيف يسير المباريات المتبقية لإله. رغبة اللاعبين والجهاز الفني بإسعاد الجماهير خليته يكون على قدر المسؤولية ولعب بأداء رجولي.
وقدر انه ينجز المهمة بشكل صحيح ويتأهل للدور القادم او للتجمع النهائي مع منتخب فيتنام. المجموعة الثانية منتخب كوريا الجنوبية بصدارة المجموعة، واحلى شيء صار فيها انه منتخب لبنان الشقيق تأهل كأفضل ثاني وبعد انسحاب كوريا الشمالية من المجموعة. هذا الشيء فاد كثير المنتخب اللبناني اللي خلاه يكون كأفضل ثاني ويتأهل للدور القادم مع كوريا الجنوبية. هاي كانت حلقتنا اليوم، انتظروني بفيديو جديد رح نحكي فيه عن مستويات المنتخبات وكيف رح يتقسموا لمجموعتين وكل مستوى مين بيضم. اتمنى منكم ما تنسوني من الدعم، واللي ما انه مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليوصلك اشعارات بالفيديوهات الجديدة، تحط لي لايك على الفيديو وتكتب لي تعليق برأيك مين من المنتخبات اللي رح يكون متواجدة بكأس العالم. تبقوا بخير وصحة وسعادة، والسلام عليكم.